ايضا تأتيكم مره ثانيه متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء مع هذه الحركه وشوطنا الحادي عشر يتحرك بوزن الابكار المحليات الاصايل لابناء القبائل. نتابع شعار الساده من يتقدم على المركز الاول في مع سرابه علي بن حسين بن علي الساده، والمركز الثاني عجيبه راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، المركز الثالث مياس عتيج بن علي بن خفيه، المركز الرابع محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز الخامس الوصول من حاف سعيد بن سهيل بن دريوي يقدم له من حاف بالمركز الخامس. هذه المجموعة الأولى، نتأخر إلى المركز السادس لنرى شعار حميد بن كعيب الفلاسي في خامس المراكز، والمركز السادس على شعار بن دميثان بسادس المراكز سلطان بن عبد الله بن دميثان، المركز الثامن شعار سيبن علي بن كليب. أشوف الشعار أوقات الشعار نفسه ولكن أوقات المهير أوقات السيف، نتأكد المهير، نعم المهير بن علي بن كليب، هنا شعار بو عبيد، هنا شعار أو مطرب بن محمد بالقرين المنصوري من يتقدم مع اللي هي صوغة، اسمها صوغة هذه اللي تحمل الشعار، هذا نفس شعار ابو عبيد، هذا الشعار، هذا الشعار يا ابن عبيد بالدبيله نفس الشعار تقريبا. طيب نتابع لان نحن حافظين الشعارات، حافظين الشعارات، لكن شعار الساده مميز صراحه، يذكرني بشعار الشيخ سعيد بن عبيد بن مكتوم، ولكن هذاك شعاره خطين نفس العلامه اكس، بس ابيض على اكس احمر، بس يكون الخطين احمر. ساده هذا لا، خطوط ثلاثه هني وثلاثه هني، يلا تاخذ ان شاء الله ثلاثه او سته رواميس يا الساده. يتقدم مع اللي هي سرابه، يقدم لنا سرابه بالمركز الاول، المركز الثاني صابر بن سعيد بن صابر، والله لاعب دور رئيسي بن صابر، كان يعني في سباقاتنا الماضيه يعني في 12 شوط يشاركنا مطيه واحده بس، هذا هو وبالرفيعه وخميس بالصغير على مطية واحدة، اليوم صابر لا عنده ما شاء الله في كل شوط يشارك، في كل شوط يشارك ويقدم لنا الذلل، يقدم لنا الأصايل. المركز الثالث، نشوف المركز الثالث هذا بن خفية من يأتينا على المركز الثالث، ولا بن سريم على المركز الرابع، وبن دليوي بالمركز الخامس، والمنصوري بالمركز السادس. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام اللي في المجموعة الأولى. نتأخر يا منير، يا مصورنا خذ المركز السابع، خذ المركز السابع، وهنا ايضا يتقدم ابو عبد الله حميد بن كعيب الفلاسي وسلطان بن عبد الله بن دميثان من يقدم لنا الغزيل، الناقله التاليه الى المركز التاسع مهير بن علي بن كليب، والمركز العاشر من وعده بالمركز العاشر، نشوف المركز العاشر الشاهنيه محمد بن سعيد بن سليم. هذه العشره المراكز الاولى، هذه العشره المراكز الاولى متابعينا الكرام، ما زلنا نبحث ونتابع ونراقب ونشاهد الحدث وماذا حدث في هذا الشوط من تغييرات على المركز الاول، تغييرات على المركز الاول مع الخمسه كيلومترات، انتهينا تقريبا من 2.5 كيلوين ونص، ولكن نشوف بالقريني، يا سلام يا سلام، نزل على الاول، هجم على الاول هجوم ودمره، وعندك بن دريوي من يصارع الساده ينسحب من المعركه، الساده انسحب من المعركه، ما ادري هل هو انسحاب وهمي بيعيد بخطه مدروسه ثانيه، ولا هو خلاص يعني بينسحب من المعركه ويترك المجال، بيترك المجال للجماعه، لا عاد مره ثانيه. هناك ايضا بن سليم وبن خفيه و صابر بن سعيد بن صابر بالمركز السادس. هذه المراكز الأولى، هذه المراكز الأولى ليبغي إذاعتنا أو يبغي التصوير أو يبغي الناموس، يبغي المركز الأول يتقدم إلى الأمام، يتقدم إلى الأمام. أشوف صوغة مطار بن محمد بن علي بن قرين المنصوري هو من يتقدم إلى المركز الأول ليعلن عن صوغة، صوغة جميلة، هدية ساقها الله، هدية في هذا الشوط. المركز الثاني بن دريوي يأتينا مع منحاف سعيد بن سهيل بن دريوي، والمركز الثالث سرابة علي بن حسين السادة، قلنا السادة ما رافض الاستسلام،
يعني كان يخطط تكتيكات عنده في هذا المسير وفي المعركة. مياسة بن خفية ما هو بسيطة يا جماعة، ما هو بسيطة. مياسة عتيج بن خفية، تبغي المتابعة بن مرخان؟ تبغي المتابعة بن مرخان سوي لي هاي، يعني اسبوع اثنين، واحد مني واحد منه. يدي بن ثنان يقول يشجع، يرشح مياسة يرشح، ولكن المنصوري اظني ما بيترشح عليه، ما يترشح عليه، لانه بدا يقترب من حافة الماضي جميل، من حاف بن دريوي والسادة مع سرابة في المركز الرابع. يلا حرك يا السادة، خلاص حرك، ما عندنا مجال انك تصبر، ما في مجال، خلاص بدينا يعني نقترب من اخر كيلو متر، كيلو متر، نقول. وهذا الكيلومتر هذا المنصوري ما زال بالمقدمة. مياسة قادمة. يلا حركوا يا جماعة، حركوا، خلاص اعطوهن منه، لازم يعني تصدر الأوامر من الكيلو المتر الأخير، ما حد حرك، أبدا. عصيهم قوس بالقرين المنصوري وبن خبية وبن دريوي والسادة. يلا واحد، روح يلي بتروح. هذا المطروب. أيوة، من حاف ومياسة. خذ يديد. هني يحلو التصوير يا جماعة، هني التعليق يحلو، التصوير يحلى، والمشاهد أيضا يطرب في هذا المكان. من حاف، المنصوري. الله يا المنصوري، مع صوغة بتيب الناموس. من حاف بن دريوي تصارع وما زالت بشكل خطورة على المركز الأول، ولكن بن صوغان راحت صوغة. الطيب لهالمسافات الطويلة تروس على المركز الأول. سلام يا راعي صوغة، مطرب محمد بن علي بن القرين المنصوري، انهني على فوز صوغة بالمركز الأول. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، تهانينا والف مبروك على هذا الانتصار. المركز الثاني من حاف سعيد بن سهيل بن دريوي، المركز الثالث مياس العتيج بن خبية، المركز الرابع السادة، والرابع والخامس بن صابر. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نتمنى أن تكون أشواطنا بهذا المستوى وبهذا الحماس، نحن نمشي 5 كيلومترات 4 كيلومتر، هادين هادين هادين، وهني يبدأ